شكرا للزميل محمد غانم ونجوم الاستوديو التحليل الكابتن عبد الظاهر السقا والكابتن جمال حمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحياتي معلقكم الرياضي طارق الادور، واسعد بصحبتكم من ملعب استاد جهاز الرياضه العسكري في منشيه البكري. هذا هو الملعب، اللقاء طلائع الجيش امام الاتحاد السكندري، الجوله هي رقم 29، والبطوله هي الدوري المصري لكره القدم دوري نايل. الاسبوع طبعا رقم 29 بيشهد تعديلات كبيره في تشكيلات بعض الفرق بحثا عن انهاء الموسم في افضل حاله. ادي طاقم تحكيم اللقاء محمود ناصف وبيعاون حسن رمضان واحمد زيدان ومحمود رشدي حكم رابع ومحمد سلامه ومحمد يوسف في تقنيه الفار او تقنيه الفيديو. اما تشكيله الفريقين ففريق طلائع الجيش عمل تغييرات هو وبقياده عبد الحميد باسيوني، هو ايضا واحمد ساري المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري اللي تولى المهمه من الاسبوع الماضي، ودي تاني مبارياته. عبد الحميد باسيوني بادئ الموسم مع فريق طلائع الجيش ومستمر، بينما كان كابتن طارق العشري هو المدير الفني اللي بدأ مع نادي الاتحاد السكندري وغادر بعد الجولة رقم 27 وبعد الخسارة أو الهزائم المتتالية، وآخرها على وجه التحديد كانت خسارة قدام فاركو في مباراة قدمها نادي الاتحاد السكندري كانت فقيرة جدا. حاجة طريفة إن الفريقين اللي قدامنا دلوقتي الاتنين عملوا نتائج سلبية، ويؤكدها ان كلا الفريقين في اخر اربع مباريات في الدوري حقق نقطة واحدة فقط من 12، يعني نقطة واحدة من 12 لطلائع الجيش في اخر اربع مباريات، بعد طبعا نتائج هزيلة جدا كانت طبعا الخسارة امام المقاولين العرب والتعادل الوحيد اللي كان عمله فريق طلائع الجيش مع سموحة، ثم خسارتين ثقيلتين 1-4 امام زد و0-4 امام النادي الاهلي. نفس الحاله نقطه واحده من اربع مباريات كان حققها حتى احمد ساري اللي قدامنا المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، حققها في المباراه الاخيره امام الداخليه لما تعادلوا 1-1، ولكن كان قبلها ثلاث هزايم امام الزمالك 0-2 وامام الاهلي 0-1 وامام فاركو 0-1. بدات احداث المباراه، الاتحاد السكندري على ايدنا اليمين وفريق طلائع الجيش على ايدنا اليسار، ثابت على المستوى، لعب كل المباريات هو والمهدي سليمان فقط بين لاعبي كلا الفريقين اللي لعب كل المباريات. ادي على طول المهدي سليمان لعبه خطره جدا كانت ممكن تتخطف منه، لكن اتنقلت في نص الملعب مره تانية الى فرانك الن، اتقطعت تاني ويطلعها اسلام ابو سليمه مره تانية على طول تسديده. يا ولد حلوه حلوه حلوه، يا في عنصر المفاجاه، على طول تسديده حلوه جدا جدا جدا، الكوره متشطح حلوه قوي من علي حمدي وتطلع الكوره الى خارج الملعب. بصوا اتعدلت وتسديده يا ولد فيها كرباك كده، ابو سليمه قطعت من عبد الرحمن شيكا، اسلام محارب لو عمل في الشمال كانت خطيره جدا لكن حطها في اليمين خطيره وجوه جول جوه جول. محمد حمدي زكي يا على الكوره فيها شغل عالي قوي قوي قوي. ادي محمد حمدي زكي بيسجل تاني اهدافه هذا الموسم مع نادي طلائع الجيش في الدوري، السنه دي ما لعبش يعني مباريات كتير، لعب 10 مباريات فقط قبل هذا اللقاء، لكن محمد حمدي زكي يتقدم لنادي طلائع الجيش في الدقيقه 20 من اللقاء. ياه يا 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 دقيقه 20 يتقدم، بس اللعبه حلوه من البدايه، يروح على تبص الكوره يا 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 على السنتيمترات انه لعب الكره للامام، بيقول له هتتراجع كوره، انا شايف خط احمر يعني معناها تسلل، بس هل هو هما الاثنين كانوا في مواجهه المرمى؟ شوف الكوره ديت اوف سايد، فعلا فعلا الخط الاحمر فعلا سنتيمترات كان متسلل فيهم محمد حمدي زكي، لعبه حلوه ناحيه اليمين، انطلاقه من محمد هاني هو اللي بيلعب ناحيه اليمين، واتلعبت الكره على طول اسلام يا ولد، حلوه 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 الفكره، حلوه فكره حلوه التمريره من محمد هاني الاسلام محارب عند زاويه منطقه الجزاء، الحل الوحيد انها تتحط بوش الرجل الداخلي للقدم اليسرى من اسلام محارب. بصوا الكره اهي
لعبت كده. بص هو حطها يا هل هيلعبها جوه المنطقه ولا هيسدد؟ اتلعبت تسديده تطلع بره الملعب او من عمر الوحش، هو اللي سددها عمر الوحش. يلا يا دياب تعالى هنا. رمي التماس للاتحاد واللي طلعها محمد سمير اللي شفناه ده، يعني الشبه بالظبط سعد سمير طبعا لاعب الاهلي السابق ولاعب مودرن سبورت. وفي هذه اللحظات يطلق حكم اللقاء محمود ناصف صافره نهايه احداث الشوط الاول، تعادل سلبي بدون اهداف من طلائع الجيش والاتحاد السكندري، وهدف ملغي في الشوط الاول كان بتوقيع محمد حمدي زكي، ولكن التعادل السلبي ننتظر الى ما بين شوطي اللقاء وماذا سيحدث. على ان نعود مره اخرى مع احداث الشوط الثاني، وكان معكم طارق الادور. فريق النادي طلائع الجيش هيبدا الشوط الثاني بتشكيل مكون من عمر رضوان، محمد سمير، ومحمد دياب، وخالد سطوحي، واحمد متعب، عبد الرحمن شيكا، وعلي حمدي، واسلام محارب، يسري وحيد، ومحمد حمدي زكي، ومحمد هاني. حكم اللقاء محمود ناصف يعطي اشاره البدء لانطلاقه الشوط الثاني. يبقى على ايدنا الشمال فريق الاتحاد السكندري الزي الاخضر والشورت الاخضر والشراب الاخضر، وعلى ايدنا اليمين فريق طلائع الجيش بالشورت الاسود والتيشيرت الاحمر والشراب الاسود. ترجع مره ثانيه وعلي حمدي تسديده حلو تطلع الى ضربه ركنيه حلوه. الكوره اللي فاتت من علي حمدي كان في شوطه في الشوط الاول من نفس المكان ده تقريبا، بس كانت من يسري وحيد. المره دي بص علي حمدي تقريبا 35 يارده الكوره ديت اهي، لمست ايد المهدي واتلعبت الضربه الركنيه، يمسكها المهدي سليمان. لاعبي الاتحاد السكندري واقفين على خطين كده دفاعيين، ادي اتلعبت الكوره جوه المنطقه خطيره جدا، انما تطلع تاني وكوره خطيره، انما ايه ضربه جزاء حسب ضرب الجزاء. يا 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 حسب ضرب الجزاء، وهنشوف الكورة بيقول له على ايه. ادي هشام صلاح واقع على الارض والكورة مشتركة اهي، ادي ضربة الرأسية الاول وادي الكورة دخل بقوة جدا هشام صلاح مع خالد سطوحي اهو، هيراجعها قلت لكم هيراجعها، بيكلمه هو رايح يشوفها. طب ما هو رايح يشوفها طبعا، يعني المشكلة طبعا انا اعتقد انه ممكن يرجع في كلامه لان الاثنين داخلين على الهوا. هل هيراجع الركلة؟ بص الكرة ايه، ده في تسلل، لو كانت كده يعني لو كان ده مين اللي هناك ده اهي، هل لمسها؟ لمسها اهو، ده اللي هناك ده مين؟ هو ده اللي لمسها وكان في موقف تسلل، ده محمد سمير اهو اللي لعبها هناك، ده محمد سمير. هل هو بيراجع الكرة هل كان تسلل ولا لا؟ هو ده محمد سمير لعبها ولا لا؟ العاده دي لمس ولا لاعب الاتحاد اللي لمسها؟ هنشوف قرار محمود ناصف. اوف سايد صح زي ما قلت لكم، شفتوا بقى يا جماعه الكوره اوف سايد، انا شايفها انها اوف سايد. قعد يراجع شويه وانا بأشكر طبعا محمود ناصف انه قعد يفحص في اللعبه بشكل كويس قوي عشان يشوف حاجتين، كان متسلل ولا لا مع الاعادات طبعا، ودي خطوط هم اكيد الفار حسبها قبل ما يناديله انه كان متسلل. ترجع تاني لعمر الوحش فكر في تمريره، لكن طلائع الجيش مقفل المساحات، توصل ناحيه الشمال لكريم الديب حلوه يا 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 عمر رضوان يتالق يتالق في الكره اللي فاتت ديت ملعوبه، المفروض ما اعرفش بقى قاصد ان هو يلعبها بالعرض ولا الكوره راحت باتجاه المرمى، انما كانت هتخش جول وتسقط لولا تألق عمر رضوان. ياه يا مصطفى الخواجه لعبت بينيه في الامام
حلوه من عمر السعيد وسندها مش ممكن. يا 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 على الكوره، يا على الكوره، هدف مؤكد يضيعه فريق طلاع الجيش في الكوره اللي فاتت ديت. عمر الوحش، احمد متعب بيلعبها بينيه ناحيه شمال كريم طارق، عرضيه وادي التوقيفه، وكره عرضيه مره ثانيه بيطلع اسلام ابو سليمه. يا 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 على الكره اللي فاتت ديت، وخطيره جدا جدا جدا، مش معقول مش معقول الكره ديت بتضيع كره مهمه جدا. بصوا علي حمدي، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، رميه التماس، عايز طبعا يخطف الماتش دوت، يفرق معاه جدا في بدايه مشواره مع الاتحاد السكندري. ادي كره عرضيه من عمر الوحش، عبد الغني، عبد الغني محمد، خطيره جدا مش ممكن. يا 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 يا، انما كوره ملعوبه حلوه 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 حلوه. يا 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 يا، كوره عرضيه، بصوا اتصلحت ازاي جوه المنطقه من عبد الغني محمد على طول لعمرو صالح اللي حط كوره قويه جدا. اتلعبت الكره في الامام خلاص اللحظات الاخيره، ومعها يطلق الحكم محمود ناصف صافره نهايه احداث المباراه بالتعادل السلبي بدون اهداف من طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الاسبوع رقم 29. عشان كل فريق ياخد نقطه يبقى تعادله في الدور الاول 2-2، وفي الدور الثاني ايضا 0-0. ولقطه جميله جدا من عبد الحميد بسيوني واحمد ساري، الجيش الى النقطه رقم 35 والاتحاد الى النقطه رقم 38. وشكرا لكم على حسن المتابعه، حتى نعود ونلتقي في المباراه الاخرى قادمه، لكم تحياتي. وفي الختام طارق الأدور بيقول لكم سلام.